الله. بتقولوا معانا مين يا جماعه؟ طيب، احنا كنا قلنا لكم خبر قبل ده، طبعا معانا سندس طبعا اللي تعاقد مع النادي الاهلي، لعبه منتخب تونس الدوليه ولعبه الافريقي التونسي، نجح النادي الاهلي في التعاقد معاها فريق كره اليد سيدات. معانا على التليفون، ازيك يا سندس؟ الحمد لله، كيف اخباركم؟ كله تمام الحمد لله على السلامه. الحمد لله، الله يسلمك، الله يخليك، والف مبروك يعني علينا وعليك انضمامك للنادي الاهلي. الله يبارك فيك، عايشك، وهذا فخر لي اني انتمي لنادي كبير مثل نادي الاهلي، الحمد لله. سندس، يمكن احنا النهارده تابعنا كاميرا البرنامج، كانت موجوده في توقيعك، وطبعا انت تقريبا جيتي من السفر امبارح. قولي لي الموضوع ابتدى ازاي؟ يعني الاتصالات ابتدت ازاي مع النادي الاهلي؟ احكي لنا القصه كانت شكلها ايه؟ والله في الحقيقة أنا من الأول كان إلي عديد من العروض من أوروبا ومن فرق تونسية كمان، بس لما اتصلت بي الأهلي فضلت عرض نادي الأهلي، لأنه حلمي يعني أني ألعب مع نادي الأهلي، نادي كبير، وبالنسبة لأني أول محترفة يعني في كرة اليد النسائية في مصر، فيكون هذا شرف لي والحمد لله. سندس، احنا طبعا سعداء بيكي ومنتظرين ان شاء الله منك الكتير، واكيد هتنورينا وتشرفينا اكيد في الاستوديو، وبقول لك الف مليون مبروك وان شاء الله كل التوفيق ليك يا سندس، ومتشكر، شكرا جزيلا. الله يبارك فيك، شكرا. شكرا ليك. يعني ده كان تليفوننا مع سندس. سندس من اللاعبات زي ما انتم شايفين كان عندها عروض قويه في اوروبا وفضلت النادي الاهلي، اكيد هنبقى لينا لقاء معاها مفصل في كل التفاصيل دي. طيب،